السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ويانا نيسان إكستريل 2023 الجيل الرابع الجديد، شوفها مع بعض. طبعا كالعادة راح تلقون كافة تفاصيل نيسان الكويت تحت بوصف الفيديو، أيضا موقعهم في التواصل الإلكتروني، وأيضا صفحتهم بالإنستغرام. الموقع الإلكتروني راح تلقونه أيضا بوصف الفيديو. وسعر الفيل يانو اليوم أعلى درجة 11950 دينار كويتي، راح يطلع لكم الحين تحويل بالعملات الأجنبية الأخرى. مشاهدة ممتعة، وأتمنى أنك تشترك معي بغلاء ليصلك إن شاء الله فيديوهات نفس هذه أول بأول. حياكم الله ومشاهدة ممتعة. طبعا نيسان ما شاء الله منزلة فئات عديدة، راح أحط لكم الحين الفئات كلها. تبدي السعر السيارة من 8000 دينار كويتي، 8100 تقريبا. راح يطلع لكم الحين صفحة الفئات بالكامل موجودة في السيارة هذه. اللي ويانا اليوم أسأل أربعة فور ويل درايف، أول ويل درايف عفوا، يكون في سبع كراسي للمقاعد. راح تطلع لكم الحين كافة الفئات إن شاء الله. وكالعادة راح ناخذ جولة تصويرية عن السيارة من كل صوب، ونكمل بالمواصفات بعد ذلك إن شاء الله. والمحرك اللي يانا اليوم 2.5 لتر، حجمه 2.5 لتر، يولد 181 حصان، وعزم يصل الى 244 نيوتن متر. طبعا هذا يكون متصل بجير اوتوماتيكي، يكون تقنيه السي في تي كونتينوسلي فاريبل ترانسميشن. نظام الدفع يكون رباعي للعجلات، ونظام الحقن عند السياره يكون نظام حقن مباشر، يكون على طول على السلندر. صرفة الوقود تعتبر ممتازة، اللتر الواحد من البنزين مشيك 15.4 كيلو، وسعة تانكي البنزين تكون 55 لتر، فبحسبة بسيطة راح يمشيك قرابة 847 كيلو. بس طبعا مو شرط تطيعك الأرقام هذه، على حسب ظروف القيادة. والحين نيسان خلاص صارت كابلس بدون غطاء، على طول تقدر تعبي بنزين بدون غطاء للبنزين. نيسان اكستريل، من تنافس نيسان اكستريل؟ تنافس فئة التويوتا رافور، وايضا هيونداي توسان والكيا سبورتج. هذه هي الفئة اللي تنافس فيها نيسان اكستريل. طبعا هذه فئة جدا شرسة، والسيارات طبعا تطلع، شركات السيارات تطلع كل ما عندها من تكنولوجيا موجودة في السيارات بالفئة هذه. مثل ما لاحظ تصميم الامامي للليتات صراحة شكله غريب، لكن ديزاين انيق جدا، ويعطي هوية نيسان الجديدة مثل نيسان باثفايندر، تقريبا قريب من الشكل الامامي. طبعا هوية نيسان في موشن لاحظة على السيارة من الامام، مثل ما تشوفون هذه هوية. ايضا عندنا نيسان انتليجنت موبيليتي. نيسان انتليجنت موبيليتي شنو بالضبط؟ معناتها اسم التسويقي لنيسان سيفتي مالهم، مثل ما تشوفون هي قاعد يعلنون عنه نيسان انتليجنت موبيليتي. في عندك ما شاء الله البروجيكتور موجود في السيارة هذه، الاسأل الحساسات الامامية والخلفية، ايضا النقاط العمية موجودة، والكاميرات 360 ايضا موجودة. فيها تقنية ايضا البرو بايلوت، اللي هو تقريبا برو بايلوت 2، اللي تقريبا سيارة تسوق من نفسها، انها تحافظ على المسار وتحافظ لك على المسار، طبعا تنبهك في حال الخروج، تقدر نحطها فقط تنبيه او انها تردك داخل المسار، لانها تستخدم سكان او المقود يكون كهربائي بالكامل، فيدعم التقنيات هذه. ابعاد السياره تكون بالعرض 1840 ملي متر، وطول قاعده العجلات، ونقصد بقاعده العجلات من التاير الامامي الى التاير الخلفي 2705 ملي متر. الطول الاجمالي للسياره 4680 ملي متر. ارتفاع السياره عن الارض يكون 1730 ملي متر. حجم التواير الان اليوم يكون على فئة الاسأل 235 55 19 انش. ما شاء الله السيارة على الجنب فيها الفندرات السوداء، هذه معطيها احساس الافرود للسيارة. طبعا فيها السيارة يعني انماط قيادة ممتازة، تقدر تدش فيها افرود ان شاء الله ما عندك مشكلة. وهذا هو التصميم الخلفي للسيارة. عندنا الاشارات تكون بالهالوجون العادي مثل ما تشوفون، ايضا الليت هذا يكون LED بالكامل مثل ما تشوفون، في حبيبات داخل، صراحة جميل شكله، تقريبا مقارب للجيل السابق، لكن صار يعني LED أكثر بشكل أفضل، موجود بالخلف أكبر شوي، يعني راح تشوف على طول تدري أن نيسان إكستريل الجديد نفس الهوية القديمة. عندنا كشاف ضباب موجود أيضا بالخلف، الحساسات موجودة مثل ما نشوف بالأسفل، مع الصدام أو الدعامية تكون باللون الأسود أساس تنظيفها بشكل أفضل، حتى ما تتزلق أو يكون نفس لون خارجية للسيارة، تكون بالبلاستيك أفضل
العملانية والأشياء هذه. عندنا حساسات موجودة باللون الأسود مثل ما نشوف، أيضا خط الكروم موجود بالأسفل، فيه نفس يعني تصميم جميل صراحة بالخلف. عندنا شعار نيسان ما شاء الله موجود بالخلف، كلمة الإكستريل. تفتح دبة عندك الزر الموجود تحت، طبعا ما شاء الله تبارك الله السعر عندنا 585 لتر، تعتبر مساحة جدا جدا ممتازة. في حال انك طويت الكراسي لصف ثاني اكيد راح تمتد وياك الى اكثر من 1000 لتر. عندنا هني مساحة موجودة حق حتى الشماسية، حاسبين لك حساب الشماسية انك ما تبتلش فيها وتقطها في البيت، موجودة وياك. ايضا هذا الديفايدر تقدر انك تضبطه على انك تعزل اغراض اللي تحرك مثلا على الاغراض اللي موجودة هني، تقدر انك تضبطها. ايضا عندك 12 فولت موجود في حال انك تبي تشبك مثلا ايس بوكس او شيء، موجود بالخلف. عندك كاب هولدر حاملات اكواب، راح نقول ليش في كاب هولدر. عندك تقدر ما شاء الله كراسي بالصف الثالث، تعتبر صغيره ادري لكن ميزه ممتازه جدا في حال انك مثلا وياك اطفال، الكشن بالصف الثاني تقدر تقدمه شوي ويركبون وياك. من نوعيه الجلد ايضا تطريز موجود مثل ما تشوفون تحت، صراحة ميزة جدا ممتازة. تبي تطويه عليك فقط تسحب هذا يدش بشكل كامل، يكون مسطح بشكل كامل. حتى حاملات الكواب موجودة هني، في إضاءة بالسقف تكون موجودة فوق. تمنيت تكون في إضاءة هني تكون أفضل، تنور لك المكان اللي هني. هذا هني عدة طبعا الجيك والأشياء هذه موجودة داخل هني عن طريق البلاستيك هذا. تبي تسكر الدبة عندك زرين تقفل السيارة بالكامل، وأيضا زر تقفل الدبة فقط طبعا بشكل كهربائي بالكامل. طبعا نيسان أول مرة تستخدم هذا هني، يكون بلاستيك نفس الدعاميات مثل ما تشوفون. الدبة أو الدبة الصبغ اللي بالخلفي يكون بالبلاستيك عشان تخفيف الوزن. خلونا نشوف نيسان إكستريل من الداخل. عندنا الكيل سنتري يكون على الأبواب مثل ما نشوف هني، أيضا المناظر الجانبية فيها النقاط العمياء مثل ما تشوفون هني، علامة تعجب أو مثلث هني. في الكروم يكون أو عفوا الليت LED موجود هني، أيضا الكاميرات موجودة تحت، والكون من البيانو بلاك. بالفئة اللي تكون لون واحد تكون نفس لون الصبغ مثل ما تشوفون هني، اللون ماخذ لون الصبغ نفسه. شوف السيارة من الداخل، هذا هو باب السايق. عندنا ما شاء الله الجلد ايضا حشوتها جدا ناعمه، فوق هنا يكون سوفت بلاستيك، في اضاءه داخليه مثل ما تشوفون هنا بالاسفل. عندك من الاشياء المميزه صراحه انها فيها دبل جلاس، الزجاج يكون مدبل. ايضا في مكان تخزين ممتاز تحت السياره، فيها دعم تقنيه الظهر، تحكم بالكامل بالكشن كهربائي. طب مثل ما نعرف نيسان إكستريل تنصنع باليابان، اللي يوصل عندنا ينصنع في اليابان. في فتحة ما شاء الله بانوراما عملاقة جدا فوق. نيسان إكستريل من الداخل. طبعا عندنا السكان وشي يكون فلات بوتوم او الدي شي بيكون، مثل ما تشوفون حرف الدي صار. عندك الشعار ما شاء الله نيسان جميل جدا صراحة، انا صراحة من مؤيدين الشعار الجديد. عندنا ازرار خاصة في الشاشة اللي بالنص هذا، راح نشوفها ان شاء الله مقاسها 12.3 انش، ممتازة جدا تتميز عن المنافسين صراحة. عندنا الازرار موجودة خاصة في الشاشة موجودة هني، ايضا بادل شيفتر او التعشيق موجود خلف السكان. عندك هني انظمة السلامة بالكامل، هذا هو نظام البرو بايلوت، تقدر انك تطفي الاشياء بالكامل مثل ما تشوفون. هذا اختصار حق انظمة السلامة ممتاز جدا من نيسان موفرينه هني. عندك الرادار المتفاعل الذكي موجود، ايضا ترد وتوغل الاتصالات موجود، والاوامر الصوتيه ايضا موجوده. المساحات تكون موجوده هنا مثل ما تشوفون، ايضا في اضواء تكون بشكل كامل موجوده هنا، مع الضوء العالي يكون اوتوماتيكي مثل ما تشوفون. ضغطه سير راح يكون الضوء العالي يتحكم بشكل اوتوماتيكي في حال شاف ما في السيارات انه ما يجهر السيارات اللي بالامام، يفتح الليت العالي يقلل التوهج عن السيارات القادمه. بالاسفل يسار عندنا هني ترفع وتنزل الاضاءات، وايضا زر يكون مساعد للسكان، وهني الهيد اب ديسبلاي. تحت عندنا زر الدبه، وايضا هني طول تقصر على الاضاءات. ما شاء الله الداخليه مستخدمين ارقى المواد نيسان. عندك هني سوفت بلاستيك موجود، ايضا الهيد اب ديسبلاي موجود، والتصميم الامامي صراحه جميل جدا للطبلون. الشاشة الوسطية مالت نيسان، العدادات طبعا ما شاء الله جدا جدا ذكية، وايضا استجابتها لللمس ممتازة جدا، عفوا استجابتها للازرار ممتازة جدا وسريعة ما فيها اي لاج. عندك هنا التحذيرات، ايضا الاعدادات،
وهني الأشياء اللي أنت مشغلها عندك هني، شوف حتى الجرافيكس ممتاز جدا ما في أي تعليق أو تهنيق. عندك ضغط الإطارات، تقدر تشوف أشياء خاصة فيك بالسيارة من ناحية توزيع العزم، حتى يطلع لك كم توزيع العزم، لأنه ذكي التوزيع العزم نفسه. في حالك مشغل على مشغل النافيجيشن راح يطلع لك الاتجاهات هني، وأيضا يطلع لك في الهيد أب ديسبلاي فوق أو نظام البروجيكتر. تبي تغير الشكل، تضغط هذا الزر، تضغط راح تغير وياك الشكل، راح يكون نورمال عادي، أو تبي الشكل اللي قبل شوي تقدر تغيره على كيفك. الشاشة الوسطية أو نظام الترفيه جدا جدا مميز من نيسان، مميز عن الفئات أو المنافسين. في عندك تقدر الأبل كاربلاي والأندرويد أوتو يعتبر بلوتوث بدون وايرلس، بدون واير أو شيء، تقدر تشبك الشاشة على طول وتشتغل وياك الأبل كاربلاي والأندرويد أوتو. طبعا مميزات أيضا إن فيها نظام نافيجيشن بلت إن، ما شاء الله استجابة اللمس جدا جدا ممتازة وما في أي لاج للشاشة نفسها، تعتبر ممتازة جدا. الشاشة ما شاء الله كاستجابة للمس كأنك تستخدم تلفونك بالضبط، يعني ترى فيها حماية بعدها، مثل ما تشوفون الحماية هذه ما شلتها للحين، أو لزقة ستيكر حق المصنع للحين ما شلتها، وما شاء الله استجابتها جدا سريعة. عندك أيضا نظام الكاميرات تكون 360 درجة، ما شاء الله دقتهم تعتبر جيدة، ما أقول لك الأفضل بالسوق لكن تعتبر جيدة، تعطيك القياسات بالضبط وين رايح السكان، مثل ما تشوف دفيت السكان تلف وياك الاتجاهات. تقدر تغير شكل الكاميرا نفسها، تضغط ثاني مرة على زر الكاميرا راح يغير لك المكان مثل ما تشوفون، هذه مهمة جدا صراحة. شوفوا هذه الثانية تعطيك الرصيف وينه بالضبط عنك، حتى في حال انك لفيت او شيء تشوف مكان الرصيف نفسه ما يحك في الرينج نفسه. الأسفل عندك اختصارات للشاشة، هني زر الصوت وأيضا زر الكاميرا موجود. عندك التكييف ما شاء الله موجود هني تحت، جدا بارد ما شاء الله تبارك الله. عندنا الإضاءات اللي بالداخل تكون باللون الأبيض، وأخيرا نيسان استغنت عن اللون البرتقالي. عندنا أيضا تحت في زر التشغيل موجود هني، مكانه شوي غريب لكن حاطينه هني، تايب سي تايب اي 12 فولت، أيضا شحن وايرلس للتلفون موجود هنا عن طريق الليت LED هذا الجميل. عندك أيضا الجير يكون كهربائي بالكامل عن طريق اللي هنا، طبعا لازم تضغط بريك ويشتغل ياك، اسمه أنظمة التحذير، وأخيرا نيسان غيرتها. عندنا السايد بريك يكون إلكتروني، أوتو هولد أنظمة القيادة عن طريق القرص هذا راح يطلع لك هنا أي نمط قيادة أنتم شغلة، مثل ما تشوفون إيكو ولا أوتو ولا سنو. طبعا هذا هنا زر نزوم محادرات موجود، اثنين حاملات اكواب موجوده ايضا، هذا ممتاز جدا ما حطوا بيانو بلاك، ما شاء الله ما يتزلق بسهوله. اكبر الاسفل ما شاء الله مكان العملاق تحت، فضل انهم استخدموا جير كهربائي بالكامل موجود تحت، حتى التطريز هنا ممتاز جدا. عندنا باتر فلاي او نظام الفراشه يفتح على صوبين دكايه، في هنا مكان تخزين مثل ما نشوف، كان تخزين يعتبر ممتاز. ايضا في نفس التخشيبه موجوده هنا. في عندك الجلد ما شاء الله كل مكان مستخدمين مواد جدا ممتازه. من فوق عندنا هذه المنظره تقدر تحولها الى كاميرا الرؤيه الخلفيه، فيكون عندك خمس كاميرات في السياره، هذه في حال انك مركب اغراض شيء ما تشوف وراك تقدر انك تحولها الى كاميرا. بيت للنظاره او مكان تخزين موجود، ليتات العاديه الهالوجين. ايضا عندك المنظره موجوده فوق مثل ما تشوفون، منظرة وليت الليت العادي هالجن فوق، تمتد ولا لا؟ خلينا نشوف مع بعض، لا للأسف ثابتة ما تتحرك. خلينا نشوف نيسان اكستري من الخلف. طبعا عندنا باب مميز جدا للباب الخلفي، عندك المواد هذا هني مستخدمين هارد بلاستيك مو نفس اللي بالأمام، الجلد موجود نفس اللي بالأمام بالضبط. عندنا المكان تخزين ممتاز تحت، تبي تنزل دريشة فقط عليك انك تضغط هذا الزر وراح ينزل الى حد هذا، ما راح ينزل اكثر من كذي. عندك الباب في ميزة جدا جميلة، تقريبا فاتح 90 درجة مثل ما تشوفون، فيسهل لك انك تدخل مثلا كار سيت او شيء حق السيارة نفسها. وهذا الكشنات اللي بالخلف، عندك هني زر تقدر انك تطويها بشكل كامل او زر اللي من فوق. ايضا عندك هني الدايموند ستيتشنج نفس اللي بالامام، ففي حال انك تبي تطوي الكشنات مثلا عندك الزر اللي هني، هذا المقبض اللي فوق فقط انك تقدم الكشنات، في حال انك مثلا تبي تركب الركاب اللي بالخلف تقدمهم، عندهم مساحه ممتازه تحت. راح نركب ورا، انا بحاول اني بركب ورا صراحه، ابي اشوف الساعه، اكيد انه ما في ساعه ما اقدر اطوي الكشن، لكن بشوف الساعه الحين.
هذا هو انا بالصف الثالث. تبون صراحة كلش ما عندي مساحة، ما عندي مساحة نهائيا، يعني ما اقدر اني ارجع الكشن. شوفوا مجرى الكشن ورجلي وين. فالمكان اللي بالخلف يكون حق الاطفال غالبا يعني. الكشن نفسه تقدر تطويه، عندك المقبض هذا اللي تحت تسحبه راح يطويلك بشكل كامل، صار بشكل مستوي. تقسيمة الكشنات داخل 40 20 40، راح اطويلكم هذا فقط ال20، راح اوريكم شلون تقدر تستفيد من الصف الثاني بشكل ممتاز. الحين ترفع الكشن، تبي تطوي عندك المقبض هذا بس لازم اسوي بايدين، الحين بسوي لكم اياه. طبعا ما في تكاية، التكاية تكون هذه اللي هو الكشن الوسطي، هذا هو يكون عندك الحين 40 20 40. فعندك مكان هنا حفظ للتلفونات، وايضا في 2 حاملات اكواب، وايضا عندي 2 فتحات تكييف، موجود 2 يو اس بي تايب اي يو اس بي تايب سي موجوده تحت. السياره ما شاء الله فيها سعه جدا ممتازه بالخلف، ايزوفيكس للجهال، ايضا موجود الخطافات اللي موجوده تحت المشابك موجوده بشكل بس تحط على طول الكشن وما عندك اي مشكله. في نهاية المقطع مشكورين نيسان الكويت على توفير السيارة للتجربة بشكل سريع كذي. إن شاء الله لنا تجربة قادمة بإذن الله، تجربة القيادة بشكل كامل بالسيارة خارج المعرض. حياكم الله وشكرا على المتابعة.